بسم الله الرحمن الرحيم. أقوم اليوم بشرح المشروع الذي شاركت به في اليوم الوطني، وهو توظيف المايكروبيت للمشاركة في اليوم الوطني، حيث أحضرت قطعة المايكروبيت وأحضرت عقد من لمبات الزينة، ثم وصلت اللمبات بالجراند ووصلت الطرف الآخر ب1، كما أحضرت ورق مقوى ثم طويته من المنتصف، وأحضرت قطع القصدير قصصتها بشكل مستطيل كالشرائط، ثم ثبتتها بالصمغ على الورق المقوى وشريط آخر بهذا الشكل، ثم قصصت قطعا أقصر وثبتتها بهذا الشكل، بحيث أن عندما تطوى الورقة تتلامس قطع القصدير هذه مع القطعة الموجودة هنا، ثم تغلق الدائرة. ثم قمت بتوصيل الشريط الأول ب3V والشريط الثاني ب0. فعندما يأتي أي ثقل على الورقة المطوية فإن قطع القصدير هذه ستتلامس مع قطع القصدير هذه وتضاء اللمبات. ولزيادة تحسين شكل الورق المقوى أحضرت شريط لاصق شفاف وقمت بتثبيته من الطرف الآخر المفتوح. عندما تضاء اللمبات يظهر الوجه المبتسم، أما عندما لا تضاء اللمبات فإنه يظهر على المايكروبيت الوجه الحزين.